حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه وأنصاره وأولاده وذريته وقرباته وأهل بيته أجمعين إلى الملائكة المقربين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ولمشايخهم من أبو الجهل والنساء وأتباعهم وأسمائهم وأنسبهم ومقامهم وقربهم ونفوس خصوصا على نيتنا وبنية أهل هذا البيت مقعنا للقبور قدوسا يا أبي أبي محمد حسين بن الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد يا سيد يا Oh.
تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون. إني جاءت في ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.
ولو نشأ